عاصفة القدس، هذه هي الأفرع العلنية والسرية لمجتمع المخابرات في الدولة العبرية. سربت وسائل لأول مرة وثيقة صادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة لسيناء، ولا يعلم كثيرون أن الدولة العبرية تقوم بالأساس على مجتمع المخابرات الذي يضم أجهزة معروفة وغير معروفة. ومن بين أجهزة المخابرات العبرية الموساد الإسرائيلي، وهو أشهر وكالة أمنية في إسرائيل ومسؤول عن العمليات الخارجية، كما يضم مجتمع المخابرات العبري مديرية المخابرات العسكرية، وهو فرع المخابرات العسكرية العليا في جيش الدفاع الإسرائيلي ويعرف اختصاراً باسم IDF. ومن بين أجهزة مجتمع المخابرات العبرية الوحدة 8200، وهو الجهاز الذي يعرف باسم وكالة استخبارات الإشارات الإسرائيلية. ومن بين أهم فروع مجتمع المخابرات للدولة العبرية إدارة أمن المعلومات، وهي الوحدة الرئيسية لأمن المعلومات ومكافحة التجسس في المخابرات العسكرية. وتضم المخابرات العسكرية أيضاً دائرة الأبحاث، وهي وحدة متخصصة في تقييم المعلومات الاستخباراتية الرئيسية التي يحصل عليها الجيش. ويضم مجمع المخابرات العبرية أيضاً مديرية المخابرات الجوية، وهي وحدة الاستخبارات التابعة لسلاح الجو للجيش، بالإضافة إلى شعبة الاستخبارات البحرية، وهي وحدة الاستخبارات التابعة للقوات البحرية ولها مهام خاصة أيضاً. لكن من أهم مكونات مجتمع المخابرات العبرية فيلق جمع الاستخبارات القتالية، وهو وحدة الاستخبارات التابعة للقوات البرية، ويقوم هذا الفيلق بعمليات المخابرات التكتيكية على الأرض، كما يقوم بعمليات قطف عناصر معادية وعمليات الاستطلاع بقوة. ومن بين الوحدات السرية في مجتمع المخابرات العبرية وحدة سايرت ميدكالا، وهي وحدة القوات الخاصة التابعة مباشرة لأمان، بالإضافة إلى وحدات استخبارات قيادات المناطق الأربع: الوسطى، الشمالية، الجنوبية، الجبهة الداخلية في الدولة العبرية، بالإضافة لجهاز الشباك، وهو الجهاز المكلف بالحفاظ على الأمن الداخلي، ويمتد نشاط الشباك للضفة الغربية وغزة. كما يضم مجتمع المخابرات العبرية فرع الاستخبارات في الشرطة العبرية وفرع استخبارات في وزارة الخارجية. أما جهاز ناتف فهو جهاز المخابرات العبري المسؤول عن جلب اليهود من دول الكتلة السوفيتية قبل تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، بالإضافة إلى مكتب العلاقات العلمية المعروف اختصاراً باسم لكم، وهو مسؤول عن سرقة الأسرار العلمية التي تفيد الدولة العبرية.